حبيتنا احوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله عام موفق للناس الكل وبدايه حاجات جديده في حياتكم وتحققوا الحاجات اللي حلمتوا بها والاهداف اللي خططتوا لها. اليوم مش باش تكون فيديو عندها علاقه بموضوع الشان الرئيسي اللي هو البوتي والبارتاج وكل فيديو. اليوم باش نفسر لكم اللي صار لي البريود اللي فاتت. كانكم ما تعرفوش شنو اللي صار وما كنتوش مواكبين اللي صار للبريود اللي فاتت، الشان القديمه نتاعي عزه شانل اللي هي نفس الاسم اتبيراتت ليله راس العام. باش نفسر لكم شنو صار ليله راس العام، كيف كل يوم ولا كيف كل مده ندخل بوات ايميل نتاعي نتفقدها، نشوف فماش ايميل جديد فماش حاجه كل دخلت نلقى ايميل من اليوتيوب على غرار شنو محطوط فيه الايميل. كيف حليت الايميل مشيت على روحي يعني عادي، كملت نهاري عادي. بعدين دخلت للشان، دخلت بالصدفة اليوتيوب ودخلت للشان، نلقى اخر فيديو في الشان ليه عام، معناها الفيديو تحديدا تاع علي اكسبريس اللي عملته الاول تاع علي اكسبريس. انا الحق وقتها في بالي كونيكسيون سبابا والا منعرفش اي حاجة توقعتها الا اني تكون الشان تبيراتت. دخلت اختي كيف كيف للشان تلقى نفس الفيديو هذاك هو الموجود، يعني الفيديوهات الكل هم اللي قبل تفسخوا. وقتها جاء بالي اني الشان تاعي تبيراتت، مشيت بدلت المدباس وهبطت لكم على وقتها الانستغرام وعلى الفيسبوك اني الشان تبيراتت وتفسخوا لي الفيديو وكل. كملت نهاري عادي بكل تفاؤل وبكل امل، عاودت دخلت مره اخرى للشان حليت الليان تاع الشان، ما دخلتش من ما حطيتش اسمها يعني دخلت من الليان جيني شان انتروفابل، الشان ماهيش موجوده. نعاود ندخل شان انتروفابل، دخلت الايميل نتاعي ولا الجيميل بتول نتاعي مود باس انكوريكت. قلت بالكش انا حاجه يعني ديما عندي امل اني فما حاجه صايره اما ماهيش بيراتاج. عملت لي زيتاب اللي هي تاع سيكوريتي باش يرجعوا لي المود باس وكل، وهو من برمي الزيتاب انهم يبعثوا لك كود دو فيريفيكاسيون للبورتابل نتاعك ويحطوا لك اخر رزوز ولا ثلاثه نوامر تاع نمروك على اساس هو اللي باش تبعث عليه. كي شفت زوز ولا ثلاثه نوامر الاخرانيين ماهمش تاع نمرو تليفوني، وقتها عرفت اني اللي صار المود باس تاعي تبدلت والايميل تبدل والتليفون اللي هو نيميرو دو فيريفيكاسيون تبدل والشان كلها اتبيراتت وتنحت من الوجود. مش عليكم تقلقت من اللي صار، سورتو اني البريود هذيك صارت لي برشا حاجات، بطلت من الخدمه، صارت لي شويه مشاكل صحيه، وبعدين ليله راس العام صار لي هذاك يعني في الجمعه هذيك في 7 ايام هذاكم كنت في جوجمه من كل شيء، معناها من كل بلاصه جايني اتاك حصيلو. الحاجات اللي صارت هذيا من المفروض اي واحد تصير له في الطبيعي انه يدخل في حاله من الاكتئاب والبكاء ومود يعني خايب، اما الحمد لله مش هذاك اللي صار. من الحاجات اللي نمشي بيهم في حياتي، من المبادئ اللي نمشي بيهم في حياتي اني كي تصير لي حاجه باهيه، كان صارت حاجه باهيه نفرح لها، صارت حاجه خايبه ما نعطيهاش اكبر من حجمها، يعني نتقلق منها صحيح اما نبقاش نبكي وننوح ونشكي ونتشكى على اللي صار وترشنا وكل. هذا الكل مش باش يفيد في حد شيء ومش باش يبدل اللي صار، دونك ما نوقفش على الحاجه الخايبه وديما نقول الدنيا باش تمشي وما يدوم حال وديما لقدام. الحاجه الثانيه اللي خلتني متفائله وما عدلتش برشا يعني على اللي صار انتم، على خاطر في البريود هذيك في الايامات هذيك نتاع البيلاتاج تاع الشان وكل ما تصوروش قداش ميساجات وصلتني ودي كومونتير على الفيسبوك على انستغرام، برشا ميساجات يفرحوا، برشا ميساجات فيها تشجيع وفيها دعم وكلنا معاك وعادي حسيلو الدعم يعطيتهولي والكود بوس وحسستوني اني بالحق معايا، ومعناها الشعور يخليك حتى كان تصيرلك حاجة خايبة على الاخر كي تشوفها مع بيت كيما هكاكا معاك وتدعم فيك وتشجع ومتقلقة على اللي صار لك وتهتم بالحق باللي صار لك بالحق، ما تبقاش تخمم في الحاجة الخايبة وديما القدام. اللي صار خلاني نتاكد اني علاقتنا ماهيش علاقه فيرتوال، ماهيش طفله انونيم تحكي تهبط دي فيديو العباد تتفرج فيها على اكران وفات العلاقه غادي، كان فما افاده يستفادوا ما كانش ما فما حد شيء، يعني علاقه
المحدودة على الآخر. اللي صار خلاني نعرف إني بالحق علاقتنا صداقة، معناها فهم ولينا أصحاب بالحق حتى لو كان ما نعرفوش بعضنا في الدنيا. صحيح فهم بنات نعرفهم وصحاب أنا وياهم اللي زابوني ولينا أصحاب ونشوفوا بعضنا، أما أون جينيرال البنات ولينا أصحاب مع بعضنا على خاطر اللي يعمل حاجات هذوما واللي يتقلق على حاجة صارت لك خايبة واللي يدعمك واللي يشجعك كان أصحابك وكان العباد اللي تهتم والعباد اللي تحبك وتدعمك. هذاك علاش أنا نحبكم برشا ونشكركم برشا على الدعم اللي دعمتهولي وعلى التشجيع اللي شجعتهولي والإنرجي الطاقة الإيجابية اللي بعثتوها لي من تشجيعكم ومساجاتكم وخلتني نبدأ بداية قوية وجديدة. وفي هذا النطاق زيدا نتوجه بالشكر المسيو وإلا المدام بيراتور اللي بيرات الشان على خاطر كان مش من جاست هبيكا ما نتأكدش وإلا ما نعرفش بالقدر هذايا أني عندي أصحاب وفم عباد معايا تدعمني وعندي كوميونيتي ولينا أصحاب وكوميونيتي مع بعضنا. يعني وقت نقول لكم راكم صحابي، وقت نقول لكم رانا كوميونيتي، وقت نقول لكم راكم جزء من العائلة الكبيرة نتاعي، ماهوش كلام وكهو، ماهوش حبر على ورق وإلا رمي ورود، بالحق خاطر هذاك هو اللي موجود واللي حاسة به. لذلك شكرا مسيو وإلا مدام البيراتين. كما لاحظتوا الشان الجديدة ديجا حليتها عندها جمعة تويكا، بقت نفس الاسم عزة شانل، أما المحتوى باش يتبدل، ماهوش باش يكون محتوى مقتصر على المشاركة حاجات حبيتهم جربتهم عرفتهم نشاركهم معاكم، باش تكون زادة فيها إفادة، يعني باش نقترح عليكم حاجات وإلا باش نتطرق المواضيع تهم تكوين الشخصية، تهم تنظيم الحياة، تهم حاجات تستفيدوا منها بالحق تكون مفيدة. يعني واحد كيف يحل فيديو يتفرج فيه ولا يتفرج يحل القناة ويشترك فيها تكون عندها إفادة، تكون مصدر إفادة زادة للبنات. بالنسبة للبنات اللي متعرفنيش وأول مرة تدخل على الشان، أول فيديو باش تفرج فيه باش يكون الفيديو هذايا، باش نقدم لكم روحي بكل اختصار. أنا اسمي عزة من تونس، من جنوب تونس تحديدا من مدينة قفصة وألا من ولاية قفصة. كان عندي شان على اليوتيوب ومدة عامين يعني أنا على اليوتيوب نقدم فيديوهات مختلفة فيما يخص البنات والفيديو والشان بتاعي طارت مع الرياح، باش تكون الشان هذية والقناة هذية بداية ومواصلة اللي بديت عليه عامين التالي. هذاك علاش كان انتم مكمش ابوني وإلا مش مشتركين في الشان اشتركوا، وكان انتم مشتركين خلوا صحابكم البنات يشتركوا. في اخر الفيديو ان شاء الله وضحت لكم اللي صار وان شاء الله مع بعضنا نرجعوا كيف ما كنا وخير ما كنا ونوصلوا ونفوتوا اللي كنا عليه مع بعضنا ان شاء الله، لا يوجد مستحيل متأكدة من هذايا. انا ومين تنجموا تلقوني؟ تنجموا تلقوني على انستغرام، كونت الانستغرام بتاعي هو بيت ما تبدلش عزة انستا، وما فاش فيسبوك صفحتي على الفيسبوك كيف كيف الحمد لله ما تبدلتش اللي هي عزة شانل. خلي لكم لليان في البارد انفورماسيون كيف العادة. ابونيفو اما شان يوتيوب، انا ان شاء الله نلقاكم في فيديو جديدة. اي نوبلي با لي في وزات بري بيل.